شوف شفيك يعني الحين انت بتقنعني انك اذا اخذت الامور بطريقة عكسية راح تنجح في حياتك؟ نفس الشيء. ايش تبيني اسوي؟ لا تسوي شيء، بس اطلع من هالموال هذا. انا بدون ابو وبدون ام كلنا في الهوى سوا يا عمي. يا هلا. ايه هلا ومرحبا. هذا ابراهيم اللي قلت لك عنه، انه فنان بالتصريح الالكتروني، يعني شاطر ما شاء الله عليه. اي حياكم الله. حياك. تفضل. انا ما ادري شلون نسيت اوراقي. أنا قلت القطوة طاحت بس. لا قلت القطوة طاحت بالزبالة، صاح عليها الصبغ بعد. أنا راحتك، أنا ما بتصدقيني لا تصدقيني. الجهاز جاهز أستاذة. صلحته؟ إيه. تفضل اقعد انطر بالحديقة، على ما أدق على أحمد بيجي ياخذك. إن شاء الله. شكرا. يما انت تعرفين من هذا اللي انت قاعده معه؟ يما ادري، وهو قال لي انه من مجهول الوالدين. ولك عين بعد تكلميني بهالطريقه هذه؟ رد يا ابراهيم. ايش في؟ ما رد ابراهيم. رد ابراهيم. انتي قاعده تكلمين هالولد هذا؟ اي ام ابراهيم. يعني الحين ما في بالدنيا الا هالولد هذا؟ ايش معنى هالولد بالذات؟ انا كم مره قايلت لك هالولد لا تكلمينه. اعطيني التليفون. اعطيني. اسمعني زين، ابيك تستحي شوي على وجهك وتقطع اتصالاتك، فهمت؟ دلال هذه بنت ناس، تعرف يعني شنو بنت ناس؟ انا اسف والله. لا لا ما كان قصدي، انا اسف اسف. دلال انت شو قاعده تشهني يما؟ شنو يما؟ انت شو قاعده تشهني ويا هالولد هذا اللي ما يستحي على وجهه؟ هالولد هذا اللي انا عارفه انه. كفايه لو سمحتين، من حقك من حقك تقولين كل شيء. انا صح ما عندي لا ام ولا ابو، عايش بروحي ما اعرف عنهم شيء. الله يشوفني ويشوفك، وهو اللي بيحاسبني يوم. انا مالي ذنب. مالي ذنب.